عندنا دلوقتي فتت حرية البحر، شوربة عروسة البحر، عندنا دلوقتي كلب البحر بنعمله مثلا سنجاري او على حسب انت عايزه مقلي او مشوي، فاهم؟ كلب البحر بيبقى عامل ازاي يا حضرتك؟ لا بص انت ده مكان اكل فين ومش هنهزر، اسمع واخرس، اسمع شوف عجبتك حاجه غير كده ما تتكلمش معاه كتير، بس انت قول لي انا مثلا محتاج ثواني بس حضرتك بتتكلم كده ليه؟ لا انا لسه بشرح فانت حضرتك بتعمل لي ستوب، فانا من الموجود انت بتقول في المنيو فانا بفهم. ما انت كده بتعطلني يعني، انا المفروض اخلص خالص بعد كده انت تتكلم. ماشي خلاص استاذنك تخرس بس عشان اكمل بس المنيو من دماغي. في ايه يا استاذ؟ لا انا بفتكر بس، ما انت مضطرني بس، فاستاذنك بس ممكن بعد اذنك تخرس. طيب بعد اذنك بس تخرس. إيه؟ لا ده انا بس عشان اعرف اقول له احنا عندنا ايه، هو مش هو برضه عمال يعطلني. لا اخرس دي عشان يعني في سمك عندنا حتى نفسيه مش حلوه، فلو سمعت صوتك السمكه من جوه بتحصل لها تشنجات، فاحنا مش عايزين صوتك يوصل لجوه. لا مش هزار يا استاذ حضرتك، يعني ممكن اكمل طب المنيو ولا؟ طب اتفضل بعد اذنك. لا طيب تمام ماشي حضرتك، عندنا سيد قشطه، في خرتيت، في شوربه وراك نمل، في خد ضفادع، في عندنا يعني شوف حضرتك في. لا بس حضرتك ممكن تشوف. لا اظن معاك انت مش صاحبي قوي يعني عشان اهزر معاك، انا بقول لك في عندنا 1 2 3. هو ايه اللي تمام حضرتك بتتكلم بيه يعني؟ انا مش عاجبني اللي انت بتقوله يا يعني استاذ. إيه هشام ايه شوربه نمل؟ ما انت عامل قاصه الزعانف في دماغك وانا ساكت. طب يعني مش دي خياشيم دي اللي انت رافعها لفوق؟ طيب ولا دي يعني انا باكل بره بس محل سمك هنا الله يبارك لك، ده مكان اكل سمك مش هنقعد نهزر. تمام ممكن حضرتك تشوف المنيو؟ تمام انا معاك، انا بشرح لحضرتك المنيو. ايه في منيو موجود؟ تمام مفيش مشكله، قلت اعرض لحضرتك بس الاكلات الجديده. تمام دي اكلات خط برليت. شوف احنا في المنيو. خلاص يا استاذ ما تحرقش معايا كتير، هجيب المنيو وجاي لك. اتفضل يا استاذ منورنا. ده ايه ده؟ ايه ده؟ لا ده بس يا استاذ احنا عندنا المنيو شغال بالذكاء الاصطناعي. لا ما ينفعش اللي انا جاي اسلمه لحضرتك شغل قديم، ده انا باجي اديه لحضرتك كده طاير على طول. حضرتك انت دلوقتي لو طلبت اكل يعني، بص حضرتك عندنا المنيو الطاير ده جديده، لو طلبت اكل بنرميك بصينيه السمك في وشك من هناك، بتنزل تاكلها على طول. ده شغل هبل. لا لا ده شغل، ده شغل ذكاء. طب حضرتك يا استاذ دلوقتي انا عايز افهم حاجه، انت مدير جوده؟ لا مش مدير جوده. طب انا ما عايز افهم حضرتك مين يعني؟ يعني ايه؟ انا واحد جاي قاعد في مطعم عشان ما... طب ماشي اتفضلوا شوف حضرتكوا عايزين ايه. طيب ما انا لغايه دلوقتي برضو يعني انا مش فاهم حضرتك. انا عايز افهم ايه الموجود عندك وانت. طب كل المنيو قدام حضرتك، هو شوف حضرتك محتاج ايه واخرس خالص، وبعد كده بس ناديني اول ما تحدد. شكلك بص مجنون. طب ما انت يعني انا بكلمك بقى يا استاذ الله يبارك لك، بس الله يبارك. في خرتيت نايم، في خرتيت نايم جوه، صوتك عالي قوي، وفي خرتيت نايم جوه مش عايز. بعد اذنك يا استاذ نورتنا. والله نورتنا يا فندم، نورت الدنيا كلها. استاذنك بس قبل ما تمشي اجيب بس الشيك. تمام شيك ايه؟ احنا ما طلبناش حاجه. لا ما قاعده بس شيك القعده بتاعت حضرتك بس. انا بقول لك يا استاذ انا مش فاهم، انت غريب قوي يا باشا. خلينا مش فاهم، انت غريب قوي يا عم. انا مش عارف ولا بساريه حتى، ولا عايز بساريه حتى، ولا حتى اطلع خفيف خرتيت اربع تربع، مش عايز اي حاجه. ده انت بني ادم برز عنب صحيح والله. زي ما انا قلت لك هناك كده، بص في كاميرا هناك اهي، بص كده احنا بنهزر معاك، وده مقلب مطعم ليله الدخله. كل اللي انت عايزه هتاخده جيفت من مكان، وده كله مقلب، واحنا مش عايزين اي حاجه والله. ده شرف ليه اللي احنا نظر. استاذنك في حاجه بسيطه بس، ممكن احنا نذيع؟ طب ندي اوكي ونقول ذيع. بقى انا اسف بس بحييك. اتفضل اتفضل السرايا. اتفضل منور الدنيا. انا عايز كرسي كتير. اتفضل اتفضل السرايا. اتفضل فرح. لا ده الزبون ده خلينا، انت عارف ده الشرام بجوه كله بيرقص. اول مره ربنا يخليك منور الدنيا كلها. ربنا يخليك منور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب منور الدنيا يا استاذ. ربنا يخليك يا رب. حابين تاكلوا حاجه معينه ولا اشرح لكم ايه؟ في منيو. طب ممكن تخرس اجيب لك المنيو لحظه واحده. لا لحظه يعني اجيب لك المنيو وجاي لك. ماشي لحظه واحده. نور بص انا اسف بس معلش ايه مالك مبسوط بضحكة فجأة يا اخي. اتفضل الله ينور عليك. هو مني واحد بس اللي عندنا. اتفضل انا عايز اكل. تاكل معانا؟ لا انا بس بقول لك الحاجات اللي هي الموجوده دلوقتي، ما اصل احنا قربنا نبصر عشان عملناهم من الصبح هنلبينا فلوس قد كده. طب بعد اذنك بقى توكل على الله نشوف بس الدنيا فيها ايه. ماشي مفيش مشكله. قول عايز ايه؟ وجمبري عادي. طب جمبري عادي. طب لحظه واحده بس اجيب بس ورقه وقلم. قلت لها الصوت صحيح؟ الصح. انت يعني عن شخصك انت هناكل باذن الله شوربه سي فود طبق جمبري. شوربه سي فود
وطبق جمبري؟ طبق جمبري ان شاء الله. يعني انت اللي هتشرب السي فود ولا الاستاذ ده؟ مين اللي هياكل الجمبري؟ بتاعتك بقى. لا اصل الاكل الا اول ان هو ينزل كده. لا هات بس اللي احنا طلبناه. لو معكش فلوس انا اكمل لك. طب ما لكش دعوه بقى. ماشي ما لو انت بمعنى صح مش عامل حسابك ولا حاجه. هو انت جديد هنا؟ لا انا مش جديد ولا حاجه. انت جديد اول مره تجي لنا هنا؟ لا اول مره اجي هنا. استاذنك انا بتكلم مع الاستاذ. ماشي انا اسف والله ما اقصد. اتفضل اتفضل. هات لي انا طلبته. هات لي اللي انا طلبته بس بعد اذنك. يا عم بص عامل لي قسما بقى مش عارف في ايه. خلينا ناكل ونتوكل على الله. في ايديك. بص انا اقول لك بقى على حاجه صغيره. ايه دي بقى؟ ايه؟ ايه دي؟ دي جفت من المكان. حبيب حبيب ربنا يخليك. بص بقى هو الجمبري عباره عن ايه في الاسماك؟ عباره عن ايه؟ قشريات يا عم واحد. لا بس ما عايز اقول لك حاجه. ما هو لازم ان انا اشرح لك وافتح نفسك. عباره عن ايه؟ قشريات صح ولا لا؟ فعشان كده جبت لك قشر الجمبري ذات نفسه. تمام؟ انما بقى شوربه السي فود ديت انت طالب شوربه سي فود. شوربه السي فود احنا عندنا ممتازه جدا، ممتازه فوق ما تتخيل. يعني لو تاخد بالك احنا مميزين نفسنا باسم المكان. اسم المكان ايه؟ نيله الدخله. بعد اذنك بتكلم على الاستاذ. طب انا عايز افهم ايه ده بقى؟ إيه الشوربه بقى إيه ديت؟ لا 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 سيبك من الشوربه بقى خالص. ماشي. إيه دي قشريات جمبري. المفروض ان انا اكل القشر ده. لا ما هو الجمبري اتقمص ما رضاش يطلع معايا. بس انا بس بتكلم في حاجه ثانيه. ماشي. شوربه السي فود ديت الحلو فيها ايه؟ بص 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 انا هريحك. انا معاك حاجه. ايه؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. دي بقى ايه؟ مع اول مغرفه كده وانت بتشربها. ده وانت بتشربها عايز اقول لك صل على النبي بقى. لا لا انت كده حلوه قوي. يلا يلا ما دي شوربه سي فود. استنى بس انا اخرج الجماعه. انا اقول لك حاجه. انا عايز ماشي. لا 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 انا عايز. لا هو انا بقول لك بس انا عايز افحص. مش ليا. استني واحده. شوربه سي فود يا وشك ده في المربى. استنى بس. طب بالله عليك لا تدوق. بالله عليك لا تدوق. انا هجي لك والله. والله لا هجي لك. واحد انا عايزك تجيبه بس يا استاذي. يا ساندي ايه جنيه وقع مني هنا؟ أنا بس. لا مش واحد الله. لا بس تعالى بس تعالى. ماشي ماشي انا عايز. انا عايز. عايزنا نشرب سفود صح كده؟ واول ما تشربها تعمل ايه؟ هو فين يا جدعان مدير المكان؟ هنا ولا فين؟ خليك معايا يا استاذ. يا عم خليني معاك. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش هينفع ادوق ده. ايه ده يا عم؟ انا مش هينفع ادوق ده. يا عم ادوق ايه وخرا ايه يا عم؟ 50 كيس صابون سايل كامل. ايه يا عم اوعى عشان الجمبريات الزقنه. خد بقول لك ايه يا مهمش. خد خد تعالى بص هستأذنك تيجي كده اهوت. الحاجة اللي انتوا طالبينها جت فري من مطعم نمت الدخلة. تمام؟ وده كومبليمون صغير مننا وبعتذر لك منك. حقك عليا. انت مشكلة. انا بعتذر لك. حقك عليا والله. ربنا يخليك. اخرس بقى. ماشي ماشي. عندكم بس أي مشكلة إن احنا نذيع؟ قولوا ذيع. ذيع.